السوق المحلي احتياجاته اختلفت دكتور عمرو؟ السوق المحلي احتياجاته هتختلف قريبا جدا. هتختلف قريبا جدا. ايوه. وهي بدأت تختلف بس مش محسوس، انما هتختلف قريبا جدا. وعايز اقول لحضرتك انه يعني انا برضو برجع واقول لحضرتك احنا عندنا النهاردة حوالي 3 مليون طالب في الجامعة. وحسب رؤية مصر 2030 مفروض يبقوا 4 مليون. نعم. 4 مليون طالب في الجامعة، يعني لازم يكون في 4 مليون وظيفة، 800 لا يعني كل سنة هيتخرج تمام مثلا 800 ألف أو مليون. أنا بتكلم على مبدئيا بالظبط. يبقى احنا سنويا محتاجين زي ما حضرتك قلتي حوالي من 800 ألف لمليون وظيفة. في الوقت اللي احنا حوالينا فرص عمل فاضية كتير في القارات اللي حوالينا. نرجع بقى نقول نترجم ده بقى. طب أنا الأول هتكلم، حضرتك قلتي جملة جميلة جدا، قلتي قارة أوروبا قارة عجوزة. حضرتك القارات ده مش قارة أوروبا بس، ده في دول أنا ممكن أقولها بالاسم. نتيجة لأنه متوسط الأعمار ارتفع جدا. أيه. ولكن سن التقاعد لم يرتفع. تمام. نتج عن ده إيه؟ إن دلوقتي دول غير أوروبية؟ اليابان. أنا عايز أقول لحضرتك اليابان، يعني أنا أقدر أقول لأن أنا عندي الإحصائيات كلها. أنا عايز أقول لحضرتك إنه نتج عن ده إن من احتياجات سوق العمل يمكن بدأت تبان في مصر إنما العالمية، في احتياج شديد لطب الشيخوخة، في احتياج شديد للتمريض، في احتياج شديد للعلاج الطبيعي. أيوه. وفي احتياج شديد للوظائف المساعدة بما فيها وظائف المتوسطة بتاعة التمريض و ده حضرتك احتياج شديد شديد عالمي محتاجه جوه بره، محلي واقليمي وعالمي. عالمي. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني في دول اوروبيه جوده التعليم بقى تفرق طبعا يا فندم. انا يعني طبعا ما دام بتكلم على سوق عالمي مفيش هزار في جوده التعليم، والا يبقى احنا ما بنعملش حاجه. صحيح. صحيح. حضرتك يعني انا اللي عايز اقوله انه يعني في دول عندها استعداد انها تاخد خريجين كتير من عندنا في التخصصات دي، وعلى فكره وفي التعليم الفني، ومش يعني من وجهة نظري مش صدفة ان في دول أجنبية جاية عشان تنشئ جامعات تطبيقية او تكنولوجية عندنا. هي بتنشئ لان عارفة ان التعليم في مصر جيد، ان احنا عندنا من أذكى الطلاب في العالم، وانا ما ببالغش في كده، وفي نفس الوقت هم عندهم احتياج لهذا النوع. نتكلم على حاجات تانية. انا لو اتكلمت على التعليم نفسه، التعليم على فكرة ده صناعة. لو أنا مهتم بجذب الطلاب الوافدين هنا، بقى التعليم عندي صناعة، يعني بقى صناعة أن أنا بدخل دخل كبير للدولة. أيوة. لو حضرتك بصيتي على دولة زي إنجلترا، عندها كام مليون طالب بيدرسوا عندها، رقم فلكي. طب نتكلم على التعليم، هو احتياجات التعليم المستقبلية زي النهاردة؟ لا، مختلفة. مختلفة. محتاجة ايه بقى؟ ايوه، محتاجة ناس بتوع مناهج تربية، انما محتاجة ناس بتوع وسائط متعددة زي خريج الفنون التطبيقية والفنون الجميلة. هنا بنبدأ.